وتقوية التوحيد والإيمان في القلب، وها هي الساعة قد مضت سريعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكنت أظن والله أنني سأشرح الأسباب المتبقية، لكن على موعد في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنكمل الحديث في أسباب ترسيخ وتدعيم وتقوية الإيمان والتوحيد في القلب. جعلني الله وإياكم من الموحدين، وختم لي ولكم بخاتمة التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وإلى أن ألتقي بحضراتكم مرة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على طاعته. وقبل أن أستقبل الاتصال الأول في هذه الليلة الكريمة المباركة، أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان وأصدق الدعوات، أشهد الله على ذلك، لكل من وقف إلى جوار قناة الرحمة، ولكل من دعم القناة بأي صورة من صور الدعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من الفضل ومزيدا من العطاء ومزيدا من ستره في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وعن قناة الرحمة خير الجزاء. وأدين لله تبارك وتعالى بأن القناة بفضل الله بما تقدمه من علم مصفى ومن منهج شرعي متكامل في أمس الحاجة إلى أن تحيطها الأمة كلها بدعمها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا أستحي أن أقول ذلك. فأنا أود وأقول بملء فمي أن يأتي اليوم الذي لا تحتاج فيه القناة إلى أن تعلن عن ملاءة سرير أو عن مفرش أو عن طقم. أتمنى وأرجو الله أن يأتي اليوم الذي لا تحتاج فيه القناة إلى مثل هذا، وهذه قناة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تتبناها أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون منارة للعالمين. وأرجو من الله عز وجل أن تأتي المرحلة التي تترجم فيها ترجمة فورية كل هذه الكلمات وكل هذه البرامج، لا ليستفيد المسلمون فحسب، بل لتستفيد البشرية كلها، لأننا نود أن نسمع العالم كله عن الله وعن الرحمة المهداة، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. وأسأل الله عز وجل أن يجعل الرحمة رحمة على البشرية عامة وعلى أمة الرحمة المهداة خاصة، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ليا سؤالين عند حضرتك. نعم. السؤال الأول، أنا ليا دين عند حد. نعم. يعني في شخص ما أخذ مننا دين. نعم. سلف يعني. نعم نعم. هذا الدين منتظر رجوعه يعني. نعم. فالمفروض عليه زكاة. نعم. لكن حضرتك لما الحول جي معادي أن أنا أخرج الزكاة، أنا معيش الفلوس اللي أخرجها زكاة. طيب. دي واحدة. الثانية ان في برضو شخص ما اخذ مني دين. نعم. وهذا الدين كان المفروض يعني ان هو مش محطوط في الحسبان انه يرجع يعني. نعم. لو فرض وان هذا الشخص ربنا رزقه وبدأ يسد الدين بس على مراحل يعني، ازاي كيفية ان انا اخرج الزكاة على هذا الدين ازاي؟ طيب حاضر، أشكر حضرتك. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوك في الله حسن عبد الله. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أشهد الله وأشهد جميع السامعين أني أحبك في الله. أحبك الذي احتني فيه، الله يبارك فيك. لي رجاء وسؤال. نعم. الرجاء الأول أن حضرتك يعني يريد تنسيق بين جميع القنوات الإسلامية في جميع البرامج، كي تتم المشاهدة في جميع المشايخ الفضلاء والإخوة الأفاضل. يعني لو أني شاهدت حضرتك دلوقتي في مثل هذا الوقت، حرمت من شيخ فاضل الشيخ أبو إسحاق.
أي نعم. ليس يكون شبه اتحاد بين القنوات الإسلامية في توحيد الرؤية وتوحيد المشاهد في أهداف معينة. نعم. أما السؤال فإذا حج إنسان عن إنسان قد مات، هل تغفر جميع ذنوبه كيوم ولدته أمه ويسمح ويغفر الله له تبارك وتعالى؟ طيب حاضر. وجزاك الله خيرا. وإياكم أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. يعطيك العافية. يا مرحبا. شيخ في عندي سؤال بالله من غلبة فيه. احنا تجار عندنا حسابات في البنوك. نعم. ففي بنك عرض علينا انه يعطينا كشف حساب لمدة 45 يوم من غير اي فائدة قانونية او ربوية او اي شيء. نعم. يعني بكشفني الحساب مثلا 1000 دينار لمدة 45 يوم، اذا سديت خلال 45 يوم ما في علي ولا اي، ما في اي فائدة ربوية. نعم. ما رأيك شيخ؟ طيب وإذا لم تسد في خلال هذه المدة؟ حط لك فائدة. وهذا الشرط موجود في العقد؟ نعم موجود. لا ما في عقد. هو اتفاق شفوي. اتفاق شفوي، لكن هذا الشرط مشروط موجود. مشروط بعد 45 يوم إذا لم تسد. نعم. إذا لم تسد خلال 45 يوم بيحط الفائدة علينا. لا تفعل. ابتعد عنه. ابتعد. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أسأل الله أن يطهرنا وإياك وأن يرزقناك الحلال الطيب. آمين يا رب. شكرا لك. حياكم الله. أهلا وسهلا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا. أسمعك يا أختي تفضل. محمد. أي نعم. طب بقول إيه لحضرتك. نعم. أنا زوجي يعني أنا زوجي ما بيصليش أبدا ولا أي حاجة، ما فيش ولا بيصلي ولا أي حاجة، وطول ما هو قاعد في البيت يقول يسيب في الدين. أعوذ بالله. يسيب في الدين. طب أنا عايز أعرف هو ده ابتلاء من رب، يعني هو ده ابتلاء من ربنا ولا أنا مش عارفة أعمل إيه. طب يعني هو مش جالس مع حضرتك، ما شافش ولا برنامج من هذه البرامج في البيت؟ هو بيسمع برامج حضرتك بس. طيب ان شاء الله ربنا هيشرح صدره باذن الله. هو برضه يعني هو بيسمعك من ايام ما كنت حضرتك في قناه الناس، فمفيش برضه اي حاجه. ان شاء الله انا هكلمه. انا مش عارفه ده يعني ده ابتلاء ولا ده ايه بالظبط. طيب حاضر يا اختي. بس ادعي وادعي لي شيخ محمد بفك كربي. اسال ان يفرج كربك وان يسترك في الدنيا والاخره. ربنا يديك الصحه يا رب. امين. اهلا وسهلا. ربنا يخليك.